على كابتن طارق في هذه المباراه. طب استاذنك ارحب بالكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي ونجم منتخب مصر ومدير الكره بنادي الاتحاد السكندري. كابتن وليد اهلا بيك يا كابتن. كابتن عبد الحميد والف مبروك. تحياتي ليك وتحياتي لكباتننا الكبار كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن شريف، تحياتي ليكم كلكم. مبروك يا كابتن. مبروك يا وليد. الحمد لله الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك الماتش ده واللي فات طبعا. الحمد لله يا كابتن شريف، ربنا يخليك. بصماتك واضحه يا كابتن. انا عايزين نعرف السحر بتاعك ايه يا كابتن وليد. والله كرم من عند ربنا يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، بيطلع فلوس بعد كل ماتش وبيدي عصام رياض والعيال وعشاء مش عارف. انت عزومه يا كابتن شريف. انا ليه عزومه طبعا، انا بس انا مستني الفاينل يا باشا. سمعت ان في ما جتش انت المره اللي فاتت. انا بجمع، سامع ان في 1000 جنيه في الفاينل ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن وليد. ومباراه يعني بعد مباراه الزمالك كان ماراثون كبير جدا، كنت متوقع ان الاتحاد النهارده يظهر كمان بشكل طبعا مش زي نادي ماتش الزمالك خالص، لكن كان ماتش الزمالك ماراثون وكسبتوه بضربات الجزاء، كان نتيجه طبيعيه ان الاتحاد يظهر بهذا الشكل النهارده. والله الحمد لله، يعني عايز اقول لك بس مبدئيا المباراه من وجهه نظري انا فنيا وحشه. والفريقين قدموا عرض وحش قوي. تمام. بس ليه اسبابه. اكيد. يعني سموحه خارج من هزيمه. الله يكون في عون الكابتن طارق يحيى، في شويه لخبطه، في مغاير اكثر من اربع خمس لعيبه اساسيين، عامله خوف عند نادي سموحه شويه. احنا على الجانب الاخر انت عارف اللعيب المصري لما بيكسب الزمالك ولا الاهلي ولا يكسب حاجه كبيره دايما بعديها باربع ايام عنده مشكله. فاشتغلنا كابتن حلمي طولان بالجهاز الفني على فكره الناحيه النفسيه. يعني حاولنا بقدر الامكان نخرج اللعيبه من الافراح ومن النشوه. وعلشان كده انا شايف انها مباراه وحشه، يعني الاتحاد متاثر بفوزه على الزمالك وسموحه متاثر بالهزيمه من بتروجيت. ولا متاثرين بالاجهاد شويه يا كابتن وليد؟ طبعا مليون في الميه. صح. يعني عملنا ماراثون مع نادي الزمالك. بالظبط. انك تلاعب نادي الزمالك وتخرج بره ملعبك وتكسبه على ملعبه وفي وسط جماهيره كمان بضربات جزاء، ضغط عصبي غير عادي غير عادي على الاولاد يعني. طبعا طبعا. وكانت مباراه كبيره جدا وكان فيها شغل باين قوي من يعني من الجهاز الفني واللعيبه، بصراحه عملوا مباراه رائعه. الحمد لله. واحنا كنا شايفين الكابتن حلمي برضو والجهاز ان احنا كل ما بنقرب لضربات الجزاء اكيد فرصتنا هتبقى اكبر، بما انك خارج من مباراه كبيره نادي الزمالك فعندك ثقه في ضربات الجزاء. يعني الهاني سليمان عنده ثقه كبيره بعد مباراه الزمالك، اللعيبه حتى اللي شاطط الحمد لله النهارده ما ضيعناش ولا واحد. ما شاء الله. الحمد لله اللعيبه عندها ثقه شويه لانها خارجه من موقف صعب مع نادي الزمالك. كان في ضربات جزاء لمباراه الزمالك كانت غريبه جدا، يعني كل ما الزمالك يضيع بتلاقي لعيب نادي الاتحاد يضيع برده بطريقه غريبه جدا، فاكيد النهارده كان كله عنده حذر خصوصا في ضربات الجزاء. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني اعتقد ان كابتن وليد بقى دلوقتي طموح الاتحاد زاد، بطوله عربيه وكاس مصر، هتقابل الفتره اللي جايه دي ازاي؟ هتكلم على اللعيبه ازاي؟ الموضوع برده مش سهل. والله يا كابتن عبد الحميد انا شايف من وجهه نظري ان تدعيمات يناير هتفرق مع كل الفرق. فاحنا ربنا يسهل، يعني طبعا احنا فاتحين خط اتصال مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله يبقى في تعاون، ومهم جدا تدعيمات يناير بالنسبه لنا تحديدا. لان احنا داخلين على البطوله العربيه هتلاعب فرقه اكيد من سبع فرق كلهم جامدين جدا. بالظبط. زائد ان انت لما هتدخل على دور الثمانيه في كاس مصر اكيد هيبقوا برضو اقوى سبع فرق معاك. بالظبط. فالمسألة مش محتاجة أي تقصير أو تهاون تحديدا في تدعيمات يناير. بالظبط. ربنا يسهل إن شاء الله، ونحاول يعني ربنا يسهل يبقى في تعاون بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد، ونقدر ناخد يعني عدد. ربنا يسهل لما نشوف النادي الأهلي يعني هيعمل إيه في اللعيبة، وربنا يسهل كده تكون تدعيمات يناير إن شاء الله تقوي فرقتنا إن شاء الله. اكيد يا كابتن وليد. الاتحاد والاهلي طول عمرهم بصراحه يعني ما بيتاخروش، او الاهلي كمان ما بيتاخرش عن نادي الاتحاد في اي لعيبه، بس مش عارف انت حاطط عينك على مين. انا بقلق من اللعيب اللي بتحط عينه عليه. بس ما تنساش برضو ان كل اللعيبه اللي انتقلت من الاتحاد للاهلي كلهم بقوا سوبر ستار. بالظبط. يعني حسن مصطفى راح منتخب مصر وكسر الدنيا، جد وهداف افريقيا. بالظبط. لا يعني ما فيش حد بيمشي من الاتحاد يروح الاهلي الا
يعني بيكسر الدنيا. بالظبط انا بقول فيه الناديين بيدوا لبعض لعيبه بالذات الاهلي، الاهلي بيدي الاتحاد كتير، والاتحاد طبعا اللعيب اللي بيجي منه انت عارف يا كابتن وليد، مش هتقول لي برده اللعيبه اللي انت حاطط عينك عليهم، ربنا يستر. اقول اماكن يا كابتن، طيب الاماكن اللي محتاجها كابتن وليد، كابتن وليد كم مكان محتاجين انت محتاجه الفتره اللي جايه للاتحاد؟ ايه الاماكن لسه من عندهم تدعيمات؟ وانا عارف كابتن وليد ما في اسئله كده عشان اللعيبه كابتن ماهر. مش هنقدر نقول ولا المراكز ولا اللعيبه ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا ونكون موفقين ان شاء الله. كابتن وليد ربنا معاكم ما شاء الله، فتره جميله جدا في نادي الاتحاد السكندري، كل الجماهير وكل حتى النقاد بيتكلموا عليها، ان شاء الله تكملوها على خير، بطولتين يعني كبيرتين جدا ان شاء الله تطلعوا منهم باللي انتوا عايزينه. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري، كل التوفيق ليك ولجهازك الفني.